بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي الطلاب، الترم الثالث في برنامج المعاملات المالية والتجارية، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة مع بعض في المحاضرة الثانية عن الوحدة الثانية اللي بتتكلم عن العلوم السلوكية في المجال الإداري. لو جينا نبص على جذور علم السلوك الإنساني في المنظمات، نلاقي ان هو علم مختلط ومتعدد المنابع، بيستقي جذوره من علوم اخرى متعددة، منها العلوم السلوكية، ادارة الموارد البشرية، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، تنمية المورد البشري، التعليم. يعني علوم مختلفة كتير تم الاعتماد عليها في بناء العلم بتاعنا اللي هو علم السلوك الانساني في المنظمات او علم السلوك التنظيمي زي ما تناولنا في المحاضرة السابقة. وبالتالي انا ما اقدرش اعتمد، لا يمكن الاقتصار على مراجعه دراسه المتخصصين في علم معين. يعني انا لما احب ادرس العلم ده اللي هو المقرر بتاعنا، لازم ان انا اعتمد على علوم اخرى تم اشتقاق اصول العلم بتاعنا منها. الرسم التوضيحي ده بيوضح لك ان السلوك التنظيمي اشتق من علوم مختلفة، علم الاجتماع، علم النفس، الاتصالات، علم الادارة، علم الاجناس، علم السياسة، علوم مختلفة. لكن لما تناولوا العلماء بالدراسة والتحليل، لقوا ان الجذور بتاعت علم السلوك التنظيمي ليها ثلاث جذور اساسية. يبقى صحيح اعتمد على علوم مختلفة، لكن اكتر علوم اعتمد عليها كانت علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاجناس. يبقى دول الجذور الاساسيه للعلم السلوك التنظيمي. الى جانب الثلاث علوم دول اللي شكلت جوهر العلوم السلوكيه وقدمت اسهامات هامه لمزيد من فهم السلوك الانساني في المنظمات الحديثه، في علوم اخرى زي ما قلنا وزي ما الشكل التوضيحي اظهرها، زي علم التنظيم والاداره والقانون والسياسه والاقتصاد. كل العلوم ديت كان ليها إسهاماتها في بناء وتطور دراسة السلوك التنظيمي، لكن ثلاثة منهم على وجه التحديد تمثل الجذور الأساسية أو الروافد الأساسية للعلم بتاعنا. قديما كانت الكتابات المهتمة بدراسة السلوك الإنساني بتندرج تحت مظلة علوم أخرى غير علوم الإدارة. يعني علم الإدارة ما كانش مهتم قوي بناحية دراسة السلوك الإنساني، فكانت كل الكتابات اللي في مجال السلوك الإنساني كانت تندرج تحت مظلة علوم أخرى غير علم الإدارة زي علم النفس أو علم الاجتماع، لغاية الستينيات والسبعينيات من هذا القرن ظهر مصطلح جديد اسمه علم السلوك الإداري أو علم السلوك التنظيمي. وده بيعكس محاولات علماء علم الإدارة لإعادة صياغة دراسة السلوك الإنساني من منظور إداري بالاعتماد على العلوم الإنسانية السابقة وباشتقاق جذوره منها. يبقى في الستينات والسبعينيات ابتدينا كعلماء للإدارة يظهر عندهم اهتمام جديد بمصطلح سموه علم السلوك الإداري أو علم السلوك التنظيمي، اللي هي ده بيعكس محاولاتهم في دراسة السلوك الإنساني بس من منظور إداري، مش من منظور علماء النفس ولا من منظور علماء الاجتماع زي ما هنشوف بعد شوية. طيب لما نيجي نشوف مداخل دراسة السلوك التنظيمي، ايه المداخل اللي انا اعتمدت عليها؟ طبعا زي ما قلنا من شوية انه العلوم السلوكية اعتمد على استخدام الطريقة العلمية في دراسة وتحليل السلوك الانساني عامة، وانقسمت الى ثلاث مداخل اساسية: مدخل علم النفس، ومدخل علم الاجتماع، ومدخل علم الانثروبولوجي. السمة العامة للثلاث مداخل ان هم استخدموا الطريقة العلمية في دراسة السلوك الانسان. قبلهم، قبل المداخل دي او قبل العلوم دي ما تظهر، ما كناش بنستخدم الطريقة العلمية. كنا اجتهادات الحدث كده الشخصي والخبرة الشخصية هي اللي كانت بتحكمنا في ادارة السلوك او في التعامل مع السلوك الانساني، لكني ما ابتديتش اعتمد الطريقة العلمية في دراسة وتحليل السلوك الانساني الا مع ظهور مداخل العلوم ديت. طيب يبقى انا لو دققت النظر وزي ما هنشوف بعد شوية، بنلاقي ان مستويات التحليل الثلاثة لمجال العلم بتاعنا اللي هو السلوك التنظيمي ثلاث مستويات: مستوى الفرد،
وده زي ما هنشوف بعد شوية بيهتم علم النفس بالمستوى ده، ومستوى الجماعة اللي بينشأ في وسطها الفرد، وده بيدخل في نطاق اهتمام علم الاجتماع، والمجتمع ككل والنواحي الثقافية والحضارية اللي موجودة فيه، وده بيدخل في اهتمام علم الانثروبولوجي. يبقى زي ما ملاحظ ان الدوائر التلاتة هم نفسهم، الدوائر التلاتة دول العلوم دي هي اللي بتركز على، يعني علم النفس هو اللي بيركز على دراسة السلوك على مستوى الفرد، علم الاجتماع هو اللي بيركز على دراسة السلوك الإنساني على مستوى الجماعة، علم الانثروبولوجي بتركز على دراسة السلوك الإنساني على مستوى المجتمع ككل. طيب لو ابتدينا ناخد كل مدخل منهم على حدة، لو جينا نشوف مدخل علم الأجناس، علم الأجناس ده هو علم وصف الإنسان أو الأنثروبولوجي، ده من أقدم علوم السلوك، وده بيهتم بدراسة النواحي البيولوجية العضوية يعني والاجتماعية والحضارية للإنسان. العلماء اتفقوا ان هم يقسموا الدراسات اللي تمت وفقا للمدخل ده الى نوعين فرعيين. النوع الاولاني سموه الانثروبولوجيا المادية، العلم ده بيهتم بدراسة جسم الانسان من حيث التكوين العضوي او البيولوجي له، يعني الجوانب الملموسة فيه، اعضائه، صفاته، طوله، عرضه، شكله، طبيعة لون بشرته، وهكذا الحاجات المرئية أو الحاجات الملموسة في الإنسان. وده بيرتبط بالعلوم الطبيعية، خاصة علوم طبعا الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء. يبقى ده فيما يتعلق بالأنثروبولوجيا المادية، الجوانب الملموسة في جسم الإنسان. القسم الثاني من العلم بتاعنا اللي هو علم الأنثروبولوجي، اللي هي الأنثروبولوجيا المعنوية، اللي هي بتهتم بدراسة الإنسان من حيث الجانب الغير ملموس فيه، يعني الثقافة أو الحضارة اللي جواه دي ناحية معنوية غير ملموسة ما أقدرش أمسكها بإيدي، أسلوب معيشته بيعيش إزاي، مدى رفاهية الفرد ورفاهية المجتمع، اللغة بتاعته، طب أنماط العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع بتاعه والنظم الاجتماعية السائدة، الحاجات دي كلها بتندرج تحت مظلة الأنثروبولوجيا المعنوية، الحاجات اللي هي غير ملموسة في حياة الإنسان. طيب ده المدخل الأولاني اللي هو المدخل الأنثروبولوجي. تاني مدخل اسمه مدخل علم الاجتماع. علم الاجتماع هو علم المجتمع، ده بيهتم بالدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي في المجتمعات وفي المنظمات وفي الجماعات، أي دراسة المجتمع والعلاقات الاجتماعية اللي بدورها بتأثر على سلوك الفرد في المجتمع. بمعنى انت لما بتيجي تتصرف اي تصرف معين، مش بس بيحكمك النواحي الفردية اللي جوه نفسك اللي هي بيحددها علم النفس زي ما هنتكلم بعد شوية، اللي هو ادراكك وفهمك للامور وتفكيرك والدوافع اللي موجودة جواك، مش بس الحاجات دي، ولكن بيأثر على سلوكك، الجماعة اللي انت عايش فيها، الجماعة اللي انت نشأت وتربيت فيها، الاهل والصحاب واصحاب النادي واصحاب العمل والجماعات اللي انا منتمي ليها، كل الجماعات دهية اللي بتخش في نطاق اهتمام علم الاجتماع بتأثر على سلوكي. وقد نتج عن تجارب اللي هو ثورن زيادة الاهتمام بالجوانب الانسانية وبعلم النفس الاجتماعي في الخمسينيات من هذا القرن، وبعد ذلك بعقد بدأ علم الاجتماع يهتم بدراسة السلوك التنظيمي. يبقى أنا الأول في علم الاجتماع ما كنتش مهتم قوي بجزئية السلوك التنظيمي اللي هو سلوك الموظف جوه شركته وكيفية تأثير الجماعات عليه. ابتديت في الستينيات ان أنا اهتم بدراسة السلوك التنظيمي واعتبره جزء من السلوك الاجتماعي، على اعتبار ان المنظمة بتاعتي هي ظاهرة اجتماعية، يعني انت لو بصيت للشركة بتاعتك هتلاقي ان هي مجتمع مصغر من المجتمع الاكبر اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي علم الاجتماع ابتدى يبص للمنظمة على انها ظاهرة اجتماعية، يبقى انا لازم ادرس فيها الايه السلوك الانساني من وجهة نظر او من منظور الاجتماعي.
وعليه فقد أعطى علم الاجتماع إطارا أوسع لفهم السلوك التنظيمي، ألا وهو إطار المجتمع المحيط بالمنظمة، فهو يمثل وجهة نظر أعم وأشمل للسلوك التنظيمي. زي ما أنت شايف الدايرة كل مادة بتوسع، الأول الفرد، وبعدين الجماعات اللي بينتمي ليها، وبعدين المجتمع اللي هو عايش فيه. لو جينا نشوف تأثير علم الاجتماع على علم السلوك التنظيمي، ازاي أثر علم الاجتماع على العلم بتاعنا اللي هو السلوك التنظيمي؟ رقم واحد، أول حاجة زي ما قلنا من شوية، اعتبار المنظمة جزء من المجتمع المحيط بيها. يعني أنا المنظمة بتاعتي هي جزء من المجتمع، هي مجتمع مصغر بتاخد تستقي مدخلاتها سواء المادية أو البشرية من المجتمع. أنا وأنا شغال في المنظمة بتاعتي، الموظفين بتوعي جايين منين؟ من المجتمع الخارجي. الموارد والمادية بتاعتي والمكن والآلات جاي من المجتمع. الوقود واللي أنا بستخدمه وعناصر الإنتاج عموما جاية من المجتمع. يبقى أنا باخد مدخلاتي وبجري عليها عمليات تصنيع معينة، وبتخرج مخرجات سلع وخدمات. لمين؟ لبرضو المجتمع. يبقى أنا كمنظمة باخد مدخلاتي من المجتمع وبخرج مخرجاتي للمجتمع برضو. وبالتالي لازم اعتبر المنظمة جزء من المجتمع المحيط بها. ووجود تأثير للنظم السياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، كل النظم الموجودة في المجتمع اللي حواليا برضو بتأثر على ايه؟ على المنظمة بتاعتي. اتنين، وعليه فمن المفترض ان يكون هناك اختلاف في السلوك الانساني بين المنظمات باختلاف المجتمعات، بمعنى ان سلوك العاملين هيختلف جوه المنظمة هيختلف في المجتمع لآخر. يعني مثلا تلاقي سلوك العاملين في الريف غير في الحضر، سلوك العاملين في الدول المتقدمة غير المتخلفة، وهكذا. كمان جوه نفس الدولة حتى تلاقي ان سلوك العاملين في القطاع الخاص يختلف عن سلوك العاملين في القطاع العام، وهكذا. يبقى بنلاقي ان في اختلاف في السلوك الانساني للعاملين باختلاف المجتمعات اللي المنظمة شغالة فيها. رقم ثلاثة، اعتبار المنظمة مجتمع مصغر يجعلها تتشابه مع اي مجتمع اخر في وجود جماعات مختلفة وانماط للتفاعل الاجتماعي. يبقى انا طالما ان انا اعتبرت المنظمة عبارة عن مجتمع مصغر، يبقى هيسري عليها نفس ما يسري على المجتمع الكبير. يعني هلاقي فيها جماعات، هلاقي منهم جماعات متعارضة وجماعات متفقة، وفي نزاع وفي تنافس وفي مظاهر للسلطة والقوة ما بينهم. طيب المدخل الثالث هو مدخل علم النفس. يبقى احنا كده تناولنا مدخل علم الأجناس أو علم الأنثروبولوجي، ومدخل علم الاجتماع، ومدخل علم النفس. هنا ده بيمثل مدخل جزئي لدراسة السلوك التنظيمي. لو تفتكر في الرسم التوضيحي هو آخر دايرة وأصغر دايرة اللي هو علم النفس، اللي هو بيركز في دراسته للسلوك الإنساني على مستوى الفرد. تعريفه هو العلم المختص بدراسة السلوك البشري من حيث كون الإنسان كائن حي ليه خصائص وليه رغبات ومشاعر وإدراكات وانفعالات. طيب كل ده ازاي بيأثر على سلوكه؟ ازاي بيأثر ويتأثر بالبيئة المحيطة بيه؟ يبقى ده تعريف علم النفس. طيب يبقى بيركز على ايه؟ بيركز على الدراسة العلمية للنواحي الداخلية او النفسية للإنسان. يبقى انا هنا بركز على الحاجات اللي جوه نفس الإنسان، جوه عقله، العمليات الذهنية اللي بتتم، اللي بينتج عنها في الآخر سلوكه. يبقى زي ايه؟ زي الذكاء والتفكير والاتجاهات والادراك والدوافع ومردود كل ده على سلوكه. يبقى انت لو جيت بصيت لسلوك الانسان هتلاقيه محصلة العديد من العوامل. الدايرة الحلقة الاولانية العوامل الخاصة بالفرد نفسه، ادراكه وفهمه ودوافعه واتجاهاته. بس كده؟ لا، لسه في الدايرة الاكبر، الجماعة اللي هو موجود فيها، اللي نشأ فيها وتربى فيها وخد منها قيمه ومعتقداته، والجماعات اللي هو شغال فيها او موجود معاها او حصل الموقف معاها، ده برضه هيأثر على سلوكه. بس كده؟ لا، كمان لسه في العوامل الحضارية الخاصة بالمجتمع ككل، اللي هو القيم والثقافة المجتمعية واللغة اللي السائدة والحضارة اللي موجودة. كل العناصر الثلاثة دي الرئيسية
بتمتزج وتتفاعل مع بعض وينتج عنها في الآخر سلوكك أو تصرفك. طيب، من أوائل المفكرين في علوم النفس كان الفلاسفة اليونان القدامى اللي هم أمثال أرسطو وأفلاطون. لو جينا نشوف فروع علم النفس، علم النفس طبعا من العلوم العميقة جدا وليها فروع مختلفة ومتعددة. كان من أهمها أو من أشهرها علم النفس الصناعي، وده ركز على كيفية معالجة المشكلات النفسية للعاملين التي نتجت عن الثورة الصناعية بأساليب علمية. لأن سبق وقلت لك من شوية لما كنا بنتناول المدارس الفكرية، نتج عن الثورة الصناعية العديد من المشاكل النفسية للعاملين. يعني إن أنا الاستغراق الكبير في التخصص وتقسيم العمل بشكل كبير جدا، لغاية لما قسمت يعني فتت المهام لمهام صغيرة جدا، وكل إنسان مسؤول عن مهمة ما يعرفش إيه المهمة اللي قبله إيه المهمة اللي بعده. أغفلت الجانب الإنساني والحاجات النفسية والاجتماعية للعاملين، اللي هو لو تفتكر لما اتكلمنا عن المدخل الكلاسيكي، اعتبرت الإنسان كآلة أو كترس في آلة. كل ده نتج عنه مشكلات نفسية لدى العاملين، ابتدوا يتضايقوا، ابتدت إنتاجيتهم تقل، ابتدوا يطالبوا بأن هم بشر مش مكن. فبالتالي ظهر علم بقى النفس الصناعي عشان يحل المشاكل ديت ويحاول يعالج نفسية العاملين. طيب، كمان من ضمن الفروع علم النفس الطبي، ده بيبحث في كيفية معالجة المشكلات النفسية للفرد والتي تؤثر على سلوكه بأسلوب علمي. يبقى أنا هنا طبعا زي ما سبق وقلنا أن بستخدم الأسلوب العلمي في حل المشكلات أو في تناول أو في دراسة السلوك الإنسان. كمان علم النفس الإداري، ده بيبحث في علاقة الإدارة بالعاملين والمشكلات اللي ممكن تنشأ ما بينهم، وفي حالة وجود مشكلة سلوكية اللي اتكلمنا عنها من شوية، اللي هو اختلاف السلوك المتوقع من قبل الإدارة عن السلوك الفعلي اللي هو بيقوم بيه العاملين فعلا، هيحصل مشاكل ما بينهم. فبالتالي ظهر علم النفس الإداري عشان يحل المشاكل اللي بتظهر ما بينهم، ويوضح لنا ايه الأساليب اللي ممكن اعتمد عليها في حل المشكلات ديت واتغلب عليها. كمان في علم النفس التجاري، ده بيهتم بدراسة النواحي النفسية في مجال بيئة الأعمال، يعني اتجاهات العملاء، اتجاهات العاملين، كل ما هو متعلق بالنواحي النفسية في المجال منظمات الأعمال في المجال التجاري. كمان علم النفس الاجتماعي، ده بيبحث سلوك الفرد في المجتمع وعلاقات التفاعل اللي بتنشأ ما بين الفرد وبين باقي الأفراد الموجودة في المجتمع وتأثير علاقات التفاعل على سلوك الفرد. يعني مثلا لو ضربنا مثل بسيط جدا، لو أنت لوحدك وماشي في الشارع وتعرضت لأي مثلا وليكن مشكلة أو أي حد اعترضك، لو أنت لوحدك ممكن أن أنت سلوكك هيكون التجاهل، أو أن أنت تكمل في طريقك وما تردش على اللي اعترضك مثلا. لكن لو معاك صحابك، معاك جماعات ماشية معاك، معاك عدد من الأفراد ماشيين معاك، هتلاقي ان سلوكك ممكن يختلف. هتلاقي ان الشخص اللي اعترضك ده ترتب عليه سلوك منك ان انت كمان دفعت عن نفسك او هجمت او بادرت بالهجوم، وبالتالي سلوكك اختلف باختلاف الايه؟ باختلاف الموقف الاجتماعي اللي انت موجود فيه، سواء ان انت لوحدك ولا معاك حد. نفس الكلام مثلا وليكن بالنسبة للموظف، ممكن وهو مثلا لوحده ممكن ان سلوكه في العمل ان هو يتلهي او يمسك اي حاجة يتسلى بيها، يمسك الموبايل، يفتح اللاب، ينشغل باي حاجة عن الشغل وهو لوحده مثلا، لكن في ظل وجود زمايله قاعدين معاه في نفس الاوضة، فهتلاقي ان سلوكه بيختلف وبينتبه اكتر لشغله، وبالتالي الجماعة اللي الفرد بيتوجد فيها بتأثر على سلوكه وبتختلف، ممكن تختلف عن سلوكه وهو لوحده. طيب، كمان في علم النفس التربوي، ده بيركز على استخدام أسس ونظريات علم النفس في المجال التربوي أو في المجال التعليمي. يعني إزاي أقدر أستفيد بمبادئ علم النفس في مجال تربية النشأ وتعليمه، بدءا من مراحل طفولة الفرد وشبابه ونضجه. يبقى ده مجال اهتمام علم النفس التربوي. طبعا في أنواع وفروع كتير من فروع علم النفس، ولكن تناولنا يعني أشهرها.
طيب لما نيجي نتكلم عن تكامل الفكر الإداري للعلوم السلوكية، العلوم السلوكية زي ما انت شايف تعتبر محصلة تكامل العديد من العلوم الإنسانية الأساسية اللي بتتشارك معا في دراسة السلوك الإنساني. يعني زي ما قلنا علم الإدارة وعلم السياسة والاقتصاد وطبعا العلوم الأساسية اللي هي الأنثروبولوجي وعلم النفس وعلم الاجتماع، كل العلوم دي تضافرت مع بعض وتدخلت وتفاعلت واهتمت كلها بدراسة السلوك الإنساني، ولكن كل علم منهم درس السلوك من وجهة نظره أو من منظوره اللي ممكن أنه يختلف عن منظور باقي العلوم التانية، فعشان كده كان لازم يحصل تكامل ما بينهم. لو جينا بصينا للعلوم السلوكية عموما نلاقيها تتسم بالسمات التالية: رقم واحد النظرة الشمولية المتكاملة لكل مظاهر وأبعاد السلوك الإنساني. زي ما أنت شايف أنا لما جيت أتكلم عن السلوك استفدت من علم النفس في الدائرة الأولانية اللي هي على مستوى الفرد وتأثير ده على سلوكه، وعلم الاجتماع استفدت منه في الدائرة الثانية اللي هي التأثير الجماعة على سلوك الفرد، والمرحلة الثالثة أو الحاجة الثالثة هو تأثير المجتمع ككل والنواحي الحضارية على سلوك الفرد. يعني زي ما أنت شايف لما جيت أبص لسلوك الفرد بصيت له بنظرة شمولية متكاملة. كمان رقم اتنين استخدام المنهج العلمي في دراسة السلوك الإنساني، كل العلوم السلوكية اعتمدت على المنهج العلمي في دراسة السلوك الإنساني، اللي هو ببساطة جدا يعني وباختصار خطوات المنهج العلمي بتقوم على ان انا الاحظ الظواهر الموجودة عندي، وليكن ظاهرة انخفاض انتاجية العاملين او ظاهرة سلوكيات سلبية للعاملين، يبقى ابتدي الاحظ الظواهر دي، ابتدي احدد مسبباتها الحقيقية، وابتدي احط الفروض عشان تحل المسببات الحقيقية دي. وفي هنا في المجال ده احب اوضح او اشير الى مصطلحين عادة او يعني في غالبية الاحوال بيتم الخلط ما بينهم، خلط ظاهرة مصطلح او لفظ ظاهرة ومصطلح مشكلة. لو ركزنا شوية هنعرف ان المشكلة هي السبب الحقيقي للظاهرة، وبالتالي انا الاول بلاحظ الظاهرة بشوفها برصدها اللي هي القشرة الخارجية اللي هي الحاجة الظاهرة قدامي الباينة قدامي، لو درست وبحثت اكتر وتعمقت اكتر هوصل للمسببات الحقيقية بتاعتها اللي هي يبقى اسمها مشكلة. يبقى انا لو خدت مثال بسيط جدا في الجزئية دي، لو انت رحت للدكتور وقلت له انا عندي صداع، ده هيبقى اسمه الصداع ده اسمه ظاهرة ولا مشكلة؟ كتير مننا هيتلخبط ويقول مشكلة. انا ممكن اروح للدكتور واقول له انا عندي مشكلة صداع، عندي صداع دائم مشكلة كبيرة، لكن هو في واقع الامر الصداع ظاهرة وليست مشكلة، لانه ظاهرة بتخفي وراءها وجود مشكلة. لان الصداع اللي عندك ده لما تروح للدكتور ويبتدي يديك يقول لك طب اعمل اشعة واعمل تحاليل واعمل كشف نظر واعمل واعمل شوية فحوصات معينة يطلبها منك، كل ده عشان يحاول يوصل للمسببات الحقيقية للصداع، المسببات الحقيقية للظاهرة اللي موجودة عندك. بعد ما تعمل الفحوصات دي تكتشف ان مثلا الصداع اللي عندك مرجعه ان نظرك ضعيف محتاج تلبس نظارة، الصداع اللي عندك مرجعه التهاب في الجيوب الأنفية مثلا، وبالتالي لازم تعالج الجيوب الأنفية، تعالج المشكلة الحقيقية علشان ينتج عنها علاج الصداع وهكذا. يبقى الظاهرة هي قشرة الخارجية للمشكلة، والمشكلة هو السبب الحقيقي للظاهرة. طيب بعد ما لاحظت الظاهرة وحددت المشكلة ابتدي احط الفروض، احط بقى لو انا عملت كذا هتتحل المشكلة وبالتالي هتتحل الظاهرة وهتختفي الظاهرة. يبقى ابتدي احط اضع فروض لحلها، وابتدي اجمع المعلومات عشان اختبر الفروض دي، وابتدي اوصل من خلال كل ده لنتائج معينة بتفسر لي السلوك. ليه العاملين دول ادائهم منخفض؟ ليه بيخربوا في الشركة؟ ليه بيكسروا في المكان؟ يبقى ابتدي اعرف ليه بيعملوا كده، وبالتالي اقدر ان انا اعالج المشكلة دي اخليهم ما يعملوش كده، اقدر كمان اتنبأ بسلوكهم واتحكم فيه واديره ووجهه للمسارات المرغوبة او المطلوبة. طيب رقم ثلاثة الاعتماد على مصادر متنوعة للمعرفة
من أجل المزيد من فهم ودراسة الجوانب المختلفة للسلوك، خاصة العلوم الاجتماعية. طبعا زي ما انت شايف احنا العلوم الاجتماعية اللي هو مجال يعني اهتمامنا، اللي هي علوم السياسة والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجي والإدارة، كل دي العلوم الاجتماعية اللي هي على خلاف العلوم الطبيعية، الكيمياء والفيزياء والرياضيات. ده مجال اهتمامنا، لازم اعتمد على كل العلوم الاجتماعية بتاعتي عشان اقدر، او يعني المتصل منها بالسلوك الانساني، عشان اقدر ادرس السلوك ده بشكل متكامل، بشكل شمولي، ابصله بنظرة شاملة مش بنظرة جزئية قاصرة على علم معين او مجموعة علوم محددة. طيب بكده انتهى الفصل او الوحدة الثانية، وهنتناول الوحدة الثالثة اللي هتتكلم عن محددات السلوك الإنساني. محددات السلوك الإنساني، لو جينا بصينا لمحددات السلوك الإنساني أو مجالات الدراسة في السلوك الإنساني زي ما سبق وابتدينا في حديث في هذا الموضوع في الوحدة الثانية، بنلاقي أن أنا عندي ثلاث مجالات أساسية. المجال الأولاني يختص بمدخلات النظام السلوكي، والمجال الثاني بيتعلق او بيختص بالانشطه او العمليات الذهنيه اللي بتتم في ذهن الانسان، والمستوى الثالث بيختص بمخرجات النظام السلوكي. هناخد كل مجال منهم على حده بعد ما نتناول اجزاء النظام السلوكي نفسه. طبعا الشكل التوضيحي ده بيوضح ان انا اقدر اعتمد على مفهوم النظم في العلم بتاعنا اللي هو علم السلوك التنظيمي او السلوك الانساني في المنظمات. بالمناسبة مفهوم النظم ده بيشتمل على دعامتين اساسيتين. الدعامة الاولانية ان انا عندي اي حاجة في الدنيا اقدر اعتبرها نظام بيتكون من مجموعة من الانظمة الفرعية، يبقى اي حاجة في عندي ممكن اعتبرها نظام كلي بيشتق منه مجموعة من الانظمة الفرعية، وهكذا كل نظام فرعي منهم بعتبره نظام كلي بيشتق منه مجموعة من الأنظمة الفرعية. الحاجة الثانية ان النظام ده بيستقي او بياخد مدخلاته من البيئة المحيطة به، وبيتم عليه عمليات تشغيل، وبعد كده العمليات دي بينتج عنها مخرجات، المخرجات دي بتخرج للبيئة الخارجية، بتحصل عملية ارجاع للأثر او تغذية عكسية او فيدباك، بشوف هل المخرجات دي كانت تتفق مع المدخلات ولا في اختلاف ما بينهم. ده مفهوم النظم بوجه عام، System Approach. لو جينا نطبقه في المجال بتاعنا بنلاقي ان النظام السلوكي بيتكون من نفس القصة برضو، المدخلات بتاعتي او المثيرات اللي داخلة على النظام السلوكي بتاعي زي ما هنشوف انواعها ايه بعد شوية. بيتم استقبال المدخلات دهيت من خلال الحواس الخمسة بتاعتك، بتبتدي تنتبه للمدخلات وللمثيرات وتبتدي تدركها، تبتدي تدخلها في العمليات الذهنية اللي بتتم جوه ذهنك اللي هي الإدراك والتفكير واتخاذ القرارات والذاكرة، كل العمليات الذهنية دي بتتم جوه ذهنك، وبعد كده بينتج عنها التصرف الفعلي، وبعد كده بعمل تغذية عكسية، بشوف هل التصرف الفعلي ده كان مناسب للمثيرات اللي حواليك ولا لا. بشيء من التفصيل هنلاقي ان الاجزاء التلاتة الرئيسية للنظام السلوكي رقم واحد فيها اللي هي مدخلات النظام السلوكي اللي هي المثيرات. المدخلات بتاعتك اللي هي المعلومات التي ترد للفرد من مصادرها المختلفة وبيستقبلها من خلال الحواس الخمسة بتاعته. المعلومات ده هي متعلقة بأربع مصادر أساسية للمعلومات. ممكن تكون معلومات ذاتية صادرة من ذاتك، من نفسك، بتعبر عن ذات الفرد وعن احتياجاته، وخاصة غير المشبعة، لأن زي ما هنشوف بعد شوية الحاجات بتاعتك غير المشبعة هي دي اللي بتمثل دوافع لسلوكك، هي دي اللي بتدفعك ان انت تسلك سلوك معين عشان تشبع الحاجات غير المشبعة دي، وبالتالي توصل لمرحلة الايه؟ الرضا، الاكتفاء، وتبتدي تدور على حاجة تانية غير مشبعة
هي دي اللي تدفع سلوكك لغاية لما تشبعها، وهكذا وهكذا زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده. يبقى المعلومات الذاتية الصادرة من الفرد دي، دي بتعبر عن نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة عنده. يبقى دي النوعية الأولانية خالص من المعلومات اللي بترد للنظام السلوكي بتاعي. المعلومات جاية من جوه نفسي، حاجاتي ورغباتي ودوافعي ونقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة عندي. النوعية التانية من المعلومات دي معلومات صادرة من أفراد، جماعات آخرين موجودين حوالي، سواء نشأت في وسطهم، الأهل، الأصحاب، زملاء المدرسة، زملاء العمل، زملاء النادي، أي جماعات أنا موجود في وسطها، سواء في الشغل أو في البيت أو في حياتي عموما. طيب دي برضو بستقي منها مدخلاتي والمعلومات بتاعتي. طيب المجموعة الثالثة من المعلومات هي معلومات صادرة من مصادر تنظيمية، زي المنظمات اللي أنا المنظمة اللي أنا شغالة فيها، والقوانين واللوائح العمل اللي هي بتقولها لي، والأجهزة الحكومية والقوانين اللي موجودة في بيئة العمل بتاعتي. دي كلها معلومات بترد إلى النظام السلوكي، برضو بتدخل على دماغي. النوعية الرابعة من المعلومات دي معلومات صادرة من البيئة الطبيعية المحيطة بالفرد، زي الأضواء، زي الضوء والصوت والضوضاء وكل اللي موجود حواليا في البيئة المحيطة دي، بتفرز أو بتوفر لي يا إما فرص مفروض أقتنصها، يا إما تهديدات أحمي نفسي منها وتجنبها. يبقى دي الأربع أنواع من المعلومات اللي هي بتمثل مدخلات النظام السلوكي، اللي هي المثيرات اللي حواليا بستقيها، سواء من نفسي أو من الجماعات اللي أنا فيها، او من المنظمات اللي انا شغاله فيها، او المجتمع اللي انا اللي انا عايش فيه، او من البيئه الطبيعيه الموجوده حواليا. طيب رقم اتنين في النظام السلوكي بتاعي الانشطه او العمليات اللي بتتم جوه ذهني. يبقى دي عباره عن انشطه ذهنيه فرديه، يعني خاصه بكل فرد على حده، كل واحد عنده العمليات الذهنيه الخاصه بيه، عنده دماغه الخاصه بيه اللي بيتم فيها الانشطه الذهنيه دي. الأنشطة دي بتستقبل المثيرات أو المعلومات السابق ذكرها وتفسرها وتترجمها وتحولها إلى إيه؟ إلى سلوك. الأنشطة الذهنية دي زي إيه؟ زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده، الإدراك والتعلم والدوافع والشخصية والاتجاهات والتفكير. يبقى لو بصينا في شكل توضيحي يوضح لنا الكلام، نلاقي إن أنا بستقبل الأول المعلومات، من المعلومات بأنواعها الأربعة اللي إحنا لسه قايلين عليها من مصادرها المختلفة، ودي بتشكل المثيرات بتاعتي أو مدخلات النظام السلوكي بتاعتي. بستقبلها، ببتدي تخش جوه ذهني، تبتدي الأنشطة بقى والعمليات الذهنية الخاصة بكل فرد على حدة. أبتدي أحلل المعلومات دي، أبتدي أعمل لها تصنيف وترتيب وتبويب، وأجري عليها عمليات ذهنية كالإدراك والتعلم وفي ضوء شخصيتي واتجاهاتي وتفكيري. كل ده أبتدي استخدمه عشان استنتج معاني ومفاهيم معينة، وفي ضوءها اتخذ قرار هعمل ايه، وفي ضوءه تحصل استجابة. استجابة يعني سلوك، تحصل استجابة للمثيرات، وبالتالي يحصل السلوك او التصرف بتاعك اللي هو يمثل المخرج النهائي للنظام بتاعنا زي ما هنشوف بعد شوية. لو جينا نشوف ايه العلاقات التبادلية بين الانشطة السلوكية اللي احنا قلناها دي، وده اللي بنسميه ديناميكية العمليات السلوكية. ديناميكية يعني حركية، يعني العمليات السلوك، العمليات دي، الأنشطة الذهنية دي دائمة التفاعل والتحرك والتغير. المعلومات الواردة لينا زي ما انت شايف في بداية الرسمة بتخش أول حاجة على نظام الإدراك. نظام الإدراك ده الموجود جوه ذهني كأحد الأنشطة الفردية بيستقبل المثيرات ويبتدي يستدعي من الذاكرة زي ما انت شايف المعلومات المخزنة منها. يا ذاكرة تعالي اسعفيني، هو انا الصوت اللي ودني سمعته افسره بايه؟ انا سمعت صوت حاجة حصلت، سمعت صوت انفجار، طيب افسره بايه؟ هل الصوت ده انا سمعته قبل كده؟ اعتمد يعني استدعي من الذاكرة اي صوت شبهه او ضده عكسه زي ما هنتكلم بعد كده بالتفصيل. طيب وكمان استدعي من نظام التعلم او من عملية التعلم اي خبرات وتجارب سابقة مريت بيها، وكمان استدعي من نظام من نشاط التفكير
تفسير الكلام ده كله وهكذا. كل زي ما انت شايف كل عملية من العمليات الذهنية بتاخد مدخلاتها من باقي العمليات الذهنية وبتخرج مخرجاتها ليه. يعني عملية الإدراك بعد ما تاخد مدخلاتها من بقية العمليات الذهنية الموجودة جوه زي مخك بتبتدي ايه تطلع لهم المدركات. خلاص انا ادركت الصوت ده على انه انفجار حصل بره لقنبلة مثلا يعني، يبقى انا ادركته. ابتدي ادخل على المرحلة اللي بعد كده، يبقى يا ذاكرة سيفي عندك او احفظي عندك ان الصوت ده صوت قنبلة، لو حصل تاني يبقى عرفينا على طول ان ايه ان الصوت ده معناه ايه. يا تعلم اتعلم التجربة دي او الصوت ده وهكذا. كل نشاط من الأنشطة الذهنية يبتدي ايه ياخد المخرج بتاع عملية الإدراك وايه ويسيفه عنده ويحفظه عنده. طيب يبقى زي ما انت شايف كل عملية من العمليات الذهنية بتاخد مدخلاتها من باقي العمليات الذهنية الموجودة جوه عقلك وبتديلها المخرجات بتاعتها. في ديناميكية وفي تفاعل مستمر ما بينهم زي ما هنشوف بعد كده على مدار باقي المحاضرات. طيب لو جينا نتكلم عن مخرجات النظام السلوكي، وده البند الثالث او الاخير في النظام السلوكي، في ضوء المدخلات اللي دخلت لك المثيرات بمصادرها الاربعة، في ضوء العمليات الذهنية اللي تمت في ذهنك، العمليات المتفاعلة والمندمجة دايما اللي بتحصل في ذهنك بشكل مستمر، هينتج عن كده المخرجات بتاعتك. مخرجات النظام السلوكي هي عبارة عن استجابات التي تصدر عن الفرد كأفعال أو ردود أفعال لمواجهة المثيرات دي. يبقى في ضوء المثيرات اللي دخلت لك بيتم تشغيلها، بتتم عمليات تشغيل عليها، العمليات الذهنية اللي بتتم جوه مخك وجوه نفسك اللي بينتج عنها في الآخر سلوكك، فعل او رد فعل بتقوم بيه. المخرجات ديت مخرجات النظام السلوكي ممكن نقسمها الى نوعين اساسيين، اللي هو السلوك الظاهر اللي هي الافعال او ردود الافعال اللي بتقوم بيها. يعني مثلا على سبيل المثال انا لما سمعت صوت الانفجار بره اهو مثير خارجي دخل على الحواس بتاعتي، فسرته، عملت عليه كل العمليات الذهنية وخلاص ادركته ان هو دي صوت قنبلة، سلوكي ان انا هطلع اجري، يبقى ده سلوك ظاهر. او ان انا انبطح تحت الديسك اللي انا قاعد عليه، ايا كان بقى السلوك اللي انا هعمله ده سلوك ظاهر مرئي للعين. وفي سلوك باطن او مستتر، الانفعالات والعواطف اللي حصلت جوايا نتيجة الموقف ده، اخاف، اقلق، اعيط، اعمل اي انفعالات معينة، كل ده برضو بيندرج ايه؟ بيندرج تحت بند السلوك. يبقى غلطان اللي يعتبر ان السلوك هو السلوك الظاهر بس الحركي او اللغوي اللي انت تشوفه. لا، لو تفتكر زي ما قلنا في تعريف السلوك في البداية خالص، ان اي حاجة اي تصرف بيصدر عنك سواء فعل او رد فعل لغوي او حركي او انفعالي. يبقى عشان كده سلوكك مش بس النواحي المرئية منه، او مش بس السلوك الظاهر اللي هي الافعال او ردود الافعال، ولكن ايضا السلوك الباطن اللي هي الانفعالات او العواطف. طيب لما نيجي نتكلم عن الاطار العام لمحددات السلوك الانساني، في ضوء بقى الكلام اللي قلناه ده كله، وفي ضوء كون السلوك محصلة التفاعل ما بين العديد من المتغيرات الشخصية والبيئية، نتج عن كده وجود نماذج مختلفة ومتنوعة للسلوك الإنساني ترجع لوجود فروق فردية بين البشر. يبقى نتيجة ان السلوك بتاعك محصلة العوامل الفردية والبيئية، نتج عن كده ان في فروق فردية بين الناس. يعني مثلا انا لما سمعت صوت الانفجار وفسرته على انه قنبلة، واحد مننا هيطلع يجري، يبقى ده سلوكه في ضوء نفسيته وفي ضوء خصائص ذاته وتفاعلها مع البيئة المحيطة. واحد تاني زي ما قلت لك نزل تحت الديسك، واحد تالت قعد في مكانه ما قدرش يتحرك. يبقى كل واحد فينا سلوكه اختلف في ضوء تفاعل خصائص شخصيته، خصائص نفسه مع خصائص البيئة الموجود فيها. اختلف العلماء في تحديد الأسباب الحقيقية لوجود تلك الفروق
باعتبارها عوامل مؤثرة بشكل أساسي على إنشاء وتوجيه السلوك. زي ما أنت شايف نفس المثير نفس الصوت، لكن من ناحية رقم واحد كل واحد فينا ممكن يدركه بشكل مختلف، رقم اتنين كل واحد فينا تصرف بشكل ايه مختلف. يعني انا لما سمعت صوت الانفجار سمعت صوت ضوضاء عالية جدا بره، واحد هيدركه ان هو قنبلة، واحد تاني هيدركه ان هو اطار سيارة وانفجر، واحد تالت هيدركه انه عمود نور وقع، وهكذا التفسيرات والادراكات مختلفة. وبالتالي بناء على ادراك كل واحد فينا هيختلف سلوك كل واحد فينا. اللي ادركه على انه قنبله هيطلع يجري بره المكان، اللي ادركه على انه اطار عربيه وانفجر هيفضل قاعد في مكانه لان الموضوع ما يخصوش، خلاص حاجه حصلت وخلاص في الشارع وملوش علاقه هو بيها، وهكذا. يبقى كل واحد فينا سلوكه هيختلف بناء على ادراكه المختلف تجاه نفس الايه؟ تجاه نفس المثير اللي موجود في البيئه. طيب يبقى اختلف العلماء في تحديد الأسباب الحقيقية لوجود تلك الفروق باعتبارها عوامل مؤثرة بشكل أساسي في إنشاء وتوجيه السلوك الإنساني. في المجال ده أنا عندي مدرستين للفكر بتفسر لي وجود اختلافات. يبقى دي المدارس الفكرية في تفسير الفروق الفردية بين البشر. أنصار مدرسة البيئة، عندي مدرسة البيئة ومدرسة الوراثة. مدرسة البيئة شافوا إن العوامل البيئية يعني العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية والاجتماعية دي ليها الدور الحاسم في التأثير على سلوكي، يعني ان البيئة المحيطة بالفرد ومدى ادراكي ليها هي دي اللي بتأثر على صفاتي وميولي وبالتالي سلوكي. يبقى سلوك الفرد ناتج ادراكه لبيئته وبس. يعني اصحاب مدرسة البيئة شافوا ان انا سلوكي متوقف على البيئة اللي انا موجودة فيها وخلاص، بدون اي ايه، بدون اي تدخل لصفاتي الشخصية. أنصار مدرسة الوراثة قالوا لا، إن العوامل الوراثية اللي هي الشخصية الموروثة بقى من الوالدين أو من باقي العائلة يعني دي ليها الدور الحاسم في التأثير على السلوك الإنساني، أي أن اختلاف العوامل الوراثية بين الأفراد من شأنه إحداث الفروق الفردية ما بينهم واللي ده واللي بينتج عنه اختلافات في إيه؟ في سلوكهم. طيب طبعا من الواضح جدا إن أنا ما اقدرش اعتمد على رأي مدرسة واحدة واهمل او اتجاهل رأي المدرسة التانية، لانه في واقع الامر سلوكك محصلة الاتنين مع بعض، وده الكلام اللي احنا قلناه في البداية. يبقى يصعب قبول رأي انصار مدرسة فكرية معينة ورفض رأي انصار مدرسة اخرى، لان سلوك الفرد وليد العاملين معا. يعني يمكن ارجاع اساس الاختلاف بين النماذج المتنوعة للسلوك الانساني، ليه ده قام جري وليه ده قام نزل تحت الديسك وليه ده قعد في مكانه، ده الفروق الفردية في السلوك ممكن ان انا ارجعها لاختلاف الاهمية النسبية لكل من العامل البيئة والوراثة في تشكيل سلوك الفرد. يعني بتتلخص الاهمية النسبية لكل من البيئة والوراثة في تأثيرها على السلوك الانساني من خلال المعادلة دي، ان سلوك الانساني دالة في الفرد في البيئة، واحد العوامل الشخصية بتاعته بتغلب اكتر على تأثره بالعوامل البيئية او تأثره بزمايله او بصحابه او الجماعة اللي هو موجود فيه. يعني سلوكه بيتأثر اكتر، واحد مننا سلوكه بيتأثر اكتر بالحاجات الخاصة به بالعوامل الذاتية بإدراكه وتفكيره ودوافعه واتجاهاته، يعني بيدلها اهمية نسبية 80%، وبيدي تأثير الجماعة اللي هو موجود فيها أو المجتمع اللي هو موجود فيه اللي هي البيئة يعني بيديلها 20% بس. واحد تاني العكس بيدي العوامل الفردية 20% والعوامل الجماعة اللي أنا موجود فيها هي رأيها أهم أو تأثيرها أهم على سلوكي، أو المجتمع اللي أنا عايش فيه تأثيره أهم على سلوكي، وبالتالي هديله 80%. يبقى واحد تاني بيدي لها 50% و50 وهكذا. يبقى الأهمية النسبية لكل من الفرد والبيئة في تأثيرهم على سلوك الفرد دي بتختلف من فرد الآخر، وبالتالي هو اللي بيحدد الايه الأهمية النسبية دي هيقسمها ازاي او ايهما هيأثر على سلوكه بشكل اكبر. لكن ما اقدرش اقول ان عامل منهم واحد بس اللي هي العوامل الفردية بس هي اللي بتأثر على السلوك، او العوامل البيئية بس هي اللي بتأثر على السلوك. الكلام ده مش صح، الاتنين مع بعض بيأثروا على السلوك ولكن بنسب مختلفة.
تختلف من فرد لآخر. لو جينا نبص للإطار العام لمحددات السلوك الإنساني بنلاقي إن العوامل اللي بتأثر لي أو المحددات أو العوامل المؤثرة على سلوكي ثلاث عوامل أساسية: العوامل النفسية أو اللي هي السيكولوجية اللي هي مرتبطة بنفسك، بالحاجات اللي جوه نفسك وجوه عقلك اللي هي بالأنشطة الذهنية اللي بتتم في ذهنك. يبقى دي عوامل مرتبطة بالتكوين النفسي للفرد زي الإدراك والتعلم والدافعية والشخصية، شخصيته واتجاهاته ودوافعه وإدراكه للأمور، كل دي بتأثر على إيه؟ كل دي بنسميها نواحي نفسية بتأثر على سلوكه، بتمثل أو بتشكل محدد لسلوكه. كمان هي لوحدها؟ لا مش لوحدها، لازم أكون عارف إن كمان في نوعية تانية من المحددات اللي هي المحددات الاجتماعية. دي عوامل مرتبطة بالتكوين الاجتماعي للفرد، لأنه أنا باعتبار إن الفرد كائن اجتماعي، يعني أنا رضيت أم أبيت لازم أعرف إن الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، هو كائن اجتماعي، سلوكه بطبيعة الحال مش هيتأثر برأيه لوحده ولكن يتأثر برأي الجماعات اللي هو موجود فيها. وبالتالي لازم أعرف إن العوامل أو المحددات الاجتماعية دي مهمة في تحديد سلوك الإيه؟ الفرد أو السلوك الإنساني، يعني سلوك الإنسان عموما. وبالتالي هي عوامل مرتبطة بالتكوين الاجتماعي للفرد، فهو كائن اجتماعي يتعارف ويتفاعل مع الآخرين الجماعات اللي بينتمي ليها ويؤثر فيهم ويتأثر بهم في سلوكه. ما ننكرش إنك بتتأثر أكيد في سلوكياتك بسلوكيات صحابك أو زمايلك في العمل أو سلوكيات أهلك اللي عايشين معاك في نفس البيت وهكذا، وبطبيعة الحال هم كمان سلوكياتهم بتتأثر بيك. يبقى في تفاعل وتأثير متبادل ما بين سلوكيات الفرد وسلوكيات الجماعة اللي بينتمي ليها أيا كانت الجماعة ديت، سواء في حياته عموما أو في مجال العمل. كمان في محددات بيئية، دي عوامل مرتبطة بالتكوين الثقافي والحضاري للفرد، يعني حاجات تخص المجتمع ككل اللي هو عايش فيه، اللغة اللي المجتمع كله بيتكلمها، الثقافة المجتمعية، المحظورات، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، بيستهجنوا ايه، بيشوفوا ايه يصح وبيشوفوا ايه ما يصحش، النواحي الثقافية والقيم المجتمعية كل دي بتأثر على سلوكي. وده اللي هنتناوله، يعني المحددات دي هنتناولها تفصيلا طبعا على مدار الترم. بكده خدنا فكرة او تصور مبدئي عن المحاضرات او الوحدات اللي هيغطيها الترم بتاعنا، ونلتقي في لقاء قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.